الكثير من العطاء سواء مع ليفربول، سواء حتى مع الأسود الثلاثة مع المنتخب الإنجليزي، والذكريات الكبيرة بالتأكيد والتي لا يزال جوردن هندرسون لاعبا دوليا رفقة كتيبة ساوث كيت مع المنتخب الإنجليزي. هذا واحدة من المباريات التي بالتأكيد يبحث فيها الفريقين عن تحقيق النتائج الإيجابية. هذا الرجل أحمد الميخاني حكم المباراة يعطي الإذن لبدء هذا اللقاء. مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا، عبد الله الغامدي واصفا ومعلقا يسعد بالتواجد معكم. تجربة جديدة بالنسبة للنجم الإنجليزي الكبير. شوفوا الأخطاء، شوفوا الأخطاء، شوفوا الأخطاء. الاتفاق يبحث عنها من أجل واحد. اليوم يتواجدون مع بعض من أجل نفس الهدف، من أجل حمل نفس الشعار الكويتي في التقدم في المرور. كرة ثابتة تتنفذ على طول. حامد، الله الله من البداية يا حامد. الدقيقة العاشرة كاد معها حامد أن يفتتح الأهداف في مباراة اليوم. عادت مقطوعة مرة أخرى في الجهة اليسرى، محاولة المرور، شوفوا الأخطاء يستغلها الكويكبي، يتقدم فيها محمد، يعود إلى جوردن، العرضية خطيرة لو عدت باتجاه دي ماري غري، لكن كيندري يقطع الطريق وتسيران يتقدم ليمرر باتجاه كويكبي، لو مشاها لكوايسون خطيرة، لكوايسون خطيرة يمشيها إلى راضي أخطر، لكن وين يا راضي؟ وهذه الكرات غير كذا صعبة الأمور. كرة عرضية إلى الأمام، عبدالله الخطيب في التغطية الدفاعية، عبدالله الخطيب في التغطية، لكن برافو على العقل، برافو على العقل، بالعقل جابها الكرة بالتسديد. الله، تقدم الرياض، تقدم الرياض. كرة واحدة تكفي الرياضة للتقدم، تكفي الرياضة للتقدم. العقل جابها بالقوة والعقل، بالقوة والعقل يا خطيب. أي خطأ في هذا المكان، عرضية العقل خلصت سيران لتأتي التسديدة القوية من خالد شويع، من خالد شويع. فهي كانت ممتازة من اللاعب المميز حقيقة أرسلان. كرة في الجهة اليمنى، التسديد خطيرة باتجاه راضي، بتم بعد كذا يا توسكن. الأهم هو تسجيل الهدف وهذا ما حصل، لكن الاتفاق في محاولة الرد الآن، الرد، لكن كامبانيا في التقدم من فينالدوم في المطالبة بخطأ وصلت إلى غري. هذا لم يتحرك بعد، هذا لم يتحرك بعد، لكنه ينطلق، لكنه أضعف خط هجوم في الدوري، الفريق اللي مستقبل 21 هدف، الكرة الطويلة، هذا دي ماري، لكن كامبانيا، كامبانيا يحصلها بصورة مباراته الأولى مع الرياض. كرة من خالد شويع، التمريرة إلى الأمام باتجاه العباس، الأخطاء في التغطية، العباس، باولو فيكتور، خطأ عليك يا باولو. حل للوصول إلى مرمى كامبانيا، لكن هل لدى غري الحل؟ هل لدى غري الحل من هذا المكان؟ لطالما تعود يشتت، يبعد الكرة طويلة إلى الأمام. التغطية من الشويرخ، التغطية من الشويرخ، فيها السرعة من كوايسون، فيها الخطورة من كوايسون، راح التدخل الصافرة والبطاقة الصفراء. حكم المباراة لا يقول هي خارج منطقة الجزاء، راح نشوف اللقطة مرة أخرى. هذه اللقطة لا، هي خارج منطقة الجزاء، المطالبة ببطاقة حمراء يب ولا جوردن. أعتقد هندرسون أقرب، أعتقد هندرسون أقرب. راح نشوف الكرة الثابتة للاتفاق فيها كويكبي. الله 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 الله، ويا جمال هالتصدي البارع يا كامبانيا، التصدي البارع يا كامبانيا. كما يجب الشوط الأول لاعبينا كما يجب، لكن هل غري كلمة في هذه اللحظة؟ هل دي ماري؟ الله الله، الاتفاق يهدر هدفا محققا في هذه الأثناء. الكويكبي كاد أن يعيدهم إلى نقطة التعادل. شوف اللقطة يا شويرخ، تصدى لها كامبانيا، هو وجدها أولا كامبانيا من الشويرخ، من ثم تسديدة الكويكبي راحت بعيدة يا محمد إلى ركلة ركنية. لازالت معه مر، لكن اندونك في التغطية، هندرسون والتمرير، جميلة الفكرة لكنها بعيدة. وسعدون حمود
داود وعبد الحليم عمر وسمير إهلال وغيرهم وأكويكبي من أجل إكمال هذه المسيرة. الله حامد يا الله. الآن الاتفاق يجد بعض المساحة، الآن الاتفاق يجد بعض التحركات. أكويكبي في المرور، هذه خطيرة الهندرسون لو مشاها هناك إلى فينالدوم، فينالدوم إلى حمدان، عرضية راح تكون أرضية خطيرة. حلوة العرضية. جوردن طويلة إلى الأمام، تغطية من توسكن خطيرة لكنها لا زالت خطورتها قائمة. الكويكبي الاتفاق يقترب، الاتفاق يقترب. كرة من ينسى خالد القروني الذي كان لاعبا وبعد ذلك مدربا، من ينسى عبد الله الضعيان وعيال الضعيان كلهم، من ينساهم في الرياض. كرة إلى حمدان خطيرة لمصلحة الاتفاق لكن التغطية. تعالى الكرة بتصل في الجهة اليسرى، المحاولة موجودة لدى ديماري غراي، خطيرة يا فينالدوم، التسديد كوايسون يا كمبانيا، أي مباراة كبيرة ما شاء الله يا كمبانيا، أي مباراة يتصدى فيها لكل كرات الاتفاق بمفردة كمبانيا. هذه أخطر كرة يتصدى لها أيضا الحارس كمبانيا اللي عنده في 9 مباريات السابق. مرة أخرى غراي نجاح جامايكي على مستوى كرة القدم، كرة طويلة خطيرة لكن تتخلص، يعني يبقى تحقيقا بالتأكيد للنجاح مع نادي بحجم ليستر سيتي. كرة تصل إلى الأمام، فيها التغطية الدفاعية. عالمي، ياهو هدف تاريخي لن ينسى يا حامد. الكرة وصلت إلى غراي، الجامايكي يتقدم، سقط، لا لم يسقط. أوه يا غراي. شوفوا اللقطة مرة أخرى، شوفوا هالجامايكي فيها السرعة يا حراجين. التبديل الوحيد للرياض، وصلت إلى أخوان مي، خلصها، لا والله ما خلصها. مرة أخرى إلى عبد الله الدوسري، وصلت إلى الأمام، العرضية خطيرة. إلا إذا تسيران وبقية الرفاق ظهروا. الكويكبي عرضية لكن المين العرضيات حتى الآن هي لمدرسة الوسطى، حتى الآن هي للرياض. الكرة طويلة إلى الأمام، عادت من التغطية من الشويرخ، وصلت إلى الكويكبي، الحل الفردي سيعيدهم. غراي التمرير، الكويكبي والتسديد، لا الأمام من حمدان، وصلت إلى الكويكبي، لاعب على لاعب، الكويكبي تقدم، عرضها الكرة على طول، توسكن خاطئة إلى راضي. التمرير الكويكبي ليس متسلل، عرضية بالقدم اليمنى لكن شط الملعب. راضي العتيبي من جديد، فيها المساحة، فيها التراجع من الرياض، فيها الكويكبي، الهدف لن يأتي إلا بحل فردي يا محمد. عرضية خطيرة بالرأس لكنها راحت إلى تغيير قادمة، يغادر فينالدوم. الوقت الأصلي من هذا الشوط، الأمور حتى الآن مشاهدين متابعين فيها الانفراد، في أخوان مي، لا 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 يا أخوان مي، قد تندم عليها كثيرا يا أخوان مي، قد تندم عليها كثيرا. بد من جديد، أحمد عالية خطيرة لكن هنا كمبانيا، المان أوف ذا ماتش يا عيني يا حراجين، لم يكن متسلل على الإطلاق يا أخوان مي. هذه لعبة واحد ماضي عالية، كمبانيا طالع من مرماه يا كمبانيا. هي الأخيرة. عدت يا تسيران، وفيها نهاية اللقاء. الرياض تنطلق أفراحه.